سلام الله عليكم أعزائي المشاهدين، أطيب الله ليلتكم بكل خير ومرحبا بكم في خبر جديد. قبل البداية، حبا لك ودعما لك لهذا الرجل في كل الظروف، ضع لايك لهذا الفيديو. اليوم كان آخر يوم من كأس إفريقيا للمحليين، وكان النهائي الكبير بين كل من منتخب الخضر ومنتخب السنغال، وبهذه المناسبة أقيم حفل اختتام الشان مساء اليوم، وقد كان التنظيم والعروض وكل شيء بمواصفات تليق بالجزائر، ولكن بعد هذا الحفل انتشرت بسرعة وبشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت صورة لدخان بعض الألعاب النارية، والتي ظهر في لقطة خروج الدخان كلمة الله، ما جعل الكثيرين يتداولون هذه الصورة التي اعتبرها البعض صدفة جميلة، والبعض الآخر يعتبرها كل حسب تفسيره. أراءكم تهمنا في التعليقات أعزائي المشاهدين أسفل الفيديو. إلى لقاء آخر بإذن الله.